صحيح اخي حسام، تفضل مرة تفضل. اخرى المدير الفني الوطني. مدير فني وطني مراد مزيان، شكرا جزيلا لك على تواصلك معنا في كل مرة. اليوم النزال التاريخي الذي سيجمع البطلة الجزائرية إيمان خليف ب طبعا الملاكمة الصينية التي يقال أنها أقوى من المنافسات السابقات، أليس كذلك؟ السلام عليكم. على وعليكم كل السلام. حال، كما قلت هذا النهائي، كما سمعت إيمان خليف راهي مركزة على النهائي هذا من أجل الظفر بالذهب إن شاء الله. هي كلها عزيمة، وقلت سابقا أنه يعني كانت الضغط اللي كان على إيمان خليف منذ يعني بداية المنافسة كان نقص الضغط هذا بعد ما تأهلت لدور نصف النهائي وحققت الميدالية البرونزية. بعدها لكمت منافسة قوية كذلك من تايلاند اللي كانت تقابلتها في البطولة العالمية، وكان من المفروض أن هذه الملاكمة الصينية تقابلها في البطولة العالمية، وجات فرصة باش إن شاء الله إيمان خليف راح تبرهن على قدراتها وتحقق الفوز بإذن الله وتحقق الذهب الأولمبي إن شاء الله، الحلم اللي كان يراودها يعني منذ بداية يعني المشروع هذا. نقدر نقوله بدايته كانت 2022، والحمد لله يعني بتضافر الجهود يعني كل المعنيين، خاصة بداية من رئاسة الجمهورية اللي آمنت بهذا المشروع هذا، ثم وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادية الجزائرية للملاكمة، والحمد لله يا ربي لحقنا يعني الهدف اللي كان مسطر، ولا هو يعني تحقيق الميدالية الأولمبية. وراح إن شاء الله اليوم نساندو نكون وراء كلنا يعني شعبا، كل الشعب وكل يعني المسؤولين وكل البعثة هنا يعني كذلك راح تكون وراء إيمان خليف من أجل تحقيق الميدالية الذهبية، ميدالية راح تكون تاريخية إن شاء الله بالنسبة للملاكمة الجزائرية والملاكمة النسوية إن شاء الله. مراد مزيان، بكل صراحة أنت تحدثت عن الدعم الذي حظيت به إيمان خليف من طرف الشعب الجزائري وحتى الدولة الجزائرية، يعني حكومة وشعبا وحتى الأجانب وحتى كل الذين تعاطفوا مع إيمان خليف بالنظر إلى ذلك الذي حدث. بعيدا عن العاطفة، كيف ترى حظوظ إيمان خليف في نزال اليوم أمام يعني ملاكمة يقال أن إنها مخضرمة ولديها مستوى جيد ورصيد أيضا؟ لا، هي الملاكمة الصينية يعني هذا مرتين بطلة العالم يعني في 2019 و 2023، ملاكمة يعني قوية وعندها يعني تجربة كبيرة. نذكر أنها تبلغ من العمر 32 سنة، يعني كلها خبرة، ولكن نظرا احنا على كل حال الملاكمة نعرفوها، وإيمان كذلك تعرف الملاكمة هذه. بالنسبة للمستوى اللي قدمته يعني في آخر منازلة، نظن أنه مستوى إيمان كان أحسن منها يعني في الدور النصف النهائي، ولكن كل شيء ممكن يعني في هذا المستوى. ما ننساوش باللي هذه نهائي العاب اولمبيه، ويعني فيه عوامل كثيره راح تدخل في هذا يعني في هذا النزال من اجل الظفر به. وكما قلنا الجانب النفسي ايمان خليف مرتاحه، الجانب البدني والتقني كان عمل جيد من طرف يعني الطاقم الفني، والحمد لله ظهر هذا العمل من خلال النتائج. وكما قلت في الملاكمة هذه الصينية إيمان تعرفها، وإن شاء الله راح تكون توضع في استراتيجية من طرف يعني الطاقم الفني من أجل هدف واحد، ولا هو فهو الظفر بالمرتبة الأولى والميدالية الذهبية إن شاء الله. سي مراد مزيان، لو تعطينا يعني صورة عن الحالة النفسية، طبعا تركيز إيمان خليف على هذا النزال الذي يعد تاريخي بالنظر إلى كل المعطيات التي نعرفها منذ بداية دخول هذه البطلة غمار هذه المنافسة. لا، قلت لك يعني الضغط كان نقص يعني مباشرة بعد الدور الربع النهائي لما فازت، لأن الضغط كان رهيب يعني كان
الحملة شرسة من كل يعني المسؤولين، وكذلك تنمر هذاك يعني ما نقدر نقول يعني تريد القول، حتى عفوا، إيمان خليش. تريد القول أنها يعني تجاوزت بشكل كلي آثار تلك الحملات الغير بريئة، خاصة بوصولها إلى بالضبط المحطة النهائية. بالضبط بالضبط، هي تجاوزها يعني منذ يعني بعد مباشرة دور الربع النهائي، ويعني الحال صدقني حالتها النفسية راهي في مستوى جيد، وراهي مركزة كثير يعني على هذه المنازلة اللي كان ذكر أنه كانت وعدة إيمان أنها تحقق الميدالية الذهبية، ويعني كل الطاقم هنا اللي موجود هنا راه يساندها من اجل تحقيق هذا الهدف، وهو هو يعني في صدقني انا متفائل كثير باش انه ايمان تفوز على الملاكمه هذه وتحقق الذهب، يعني رغم ان المنازله ما راحش تكون سهله، ولكن باذن الله ايمان راهي مركزه مليح، كل الجهود راح تعمل من اجل تحقيق النتيجة اللي هي تحقيق الذهب الأولمبي إن شاء الله. نعم، ما زالت بنفس الشجاعة، نفس التركيز، خاصة وأن النزال هذا يعد تاريخي ونزال نهائي، ليس ربع ولا نصف نهائي، يعني هذا النزال نهائي، وتحقيق الحلم أصبح يعني على بعد خطوة واحدة فقط بالنسبة لهذه البطلة التي أظهرت شجاعة كبيرة خلال يعني المنازلتين السابقتين. لا حقيقة يعني هذا الجانب التقني، حتى الجانب يعني النفسي، قلت أنا كنت صرحت وقلت أن إيمان كانت خدات الميدالية الشجاعة من خلال سيطرتها على هذا الضغط الرهيب اللي كان عليها، والحمد لله كان يعني سند كبير من طرف كبار الشخصيات خاصة من اللجنة الأولمبية العالمية، وكذلك كما قلت شعبا وحكومة كلها يعني مجهودات أو دعم اللي زاد كثير في قوته وحنكته، يعني إرادة إيمان خليف من أجل تحقيق يعني الذهب الأولمبي، وكما قلت يعني راح تكون إن شاء الله ميدالية ذهبية تاريخية بالنسبة للملاكمة النسوية. نعم، فاصل ثم نواصل، ابقى معنا سي مراد مزيان، سنعود بعد الفاصل، وسيلتحق بنا أيضا عبر الهاتف طبعا ملاكم المنتخب الوطني سابقا محمد فليسي، لا تذهبوا بعيدا.